وحمارة هو سيفة وبيعوهم على عبيد. عبيد ايه يا عبيد؟ انا اوعى اوعى ده انا اللي بيقعد. انا من مصر ومن الدنيا يا عم الحاج، يعني السيدة زينب ولعنة كفار على نفسكم يابا. انا من السيدة زينب يعني لعنة صهن صهن ايها العبد. يا عم صهن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزلكم وهو بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنانه دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبه جدا. إذا سأشتري العبد والجارية وهذا الرجل أيضا ب1500 دينار. إنني لا أعرفه ولقد كنت أبيع ابنة أخي. يا جدي أنا أعرفه يا عم أنت أبو دهب. أنا عارفه. إيه يا عمو ده إحنا قرايب يا عم. ده هريسة ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها. حلال عليك، سأحر لك الصك في الحال. خذ هذا. ايوه، وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن اصله وفصله من فين؟ صاحب يا عبد السوء، لا تتطاول على اسيادك، انه سيد قبيله بني زرزور. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صاحب يا عبد السوء. يا عم بلا صاحب بلا ايه بقى؟ تبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما تبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجريل. اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتشوش ابدا. ايه يا جدعان؟ ابويا حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده حيبنوا حيبنوا على الراجل ده بيته ولا ايه الحجر ده؟ صحن البيت؟ صحن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعة كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ ايه ماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصمت يا العبد، انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولاي. اخترتك يا لمبي، انت خدت اسير، انت خدت اسير يا لمبي، خدوك اسير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجه؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت اصمت ايها العبد الحقير. طوال الطريق هو انت تثرثر في لغو فارغ. انا اللي مسرسر برضو؟ ده انتوا العشيره كلها مسرسره. اصل دي يا زميل مش اخلاق كفار، يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا الحمار وما كلمناش، ورحت واخد مننا السنجه وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ اصمت ايها الابله، انت الان عبد عبيده، من حقه ان يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه يا عم يقتل مين ويسلك مين ويحرق مين؟ هو ايه؟ هو دي هيصه ولا ايه؟ طب بس كده هو بس يفكني كتما عظما، اروح ظرفه دماغ في نص تفاحه ادم، انزل من ودنه دي تفاحه ناحيه تانيه فيكها. انت ايها العبد فك قيودهم. انا مش قصدي، انا كنت بكلم عليه هو على فكره، يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكة؟ عارفه؟ ولا إبراهيم من المجنة؟ تعرفهم؟ مش عارفهم أنت؟ شفتك قاعد معاهم أنا. البرابريتس ده مش غريب عليا. يا هذا
الحبشة، انت شكلك من الحبشة. جيش الملك نعنان. أما الآن فلتذهب الجارية إلى الحريم. أمرك يا مولاي. يا أمك أنت طب كده يا عم هريسة. صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيوة صاحبتك السلامة. وبصدق كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو قميص النوم يا سيدتي يا سيدي. قميص النوم؟ أيوة. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ وهنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ ماذا؟ أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. صمتاً! خذوهم! أيوه بالراحة يا عم، بالراحة. أيوه أما لو مش شبه الكلب هتعمل إيه؟ لما انت ما قلتليش يا عموه ما قلتليش انت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجية دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبيو يا ولدي. ايوه نحن العبيد لا نملك حرية الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل اينما يريد صاحبه. الجمل يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار، يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. لا ايه يا عم في ايه؟ انت تفكرني عمال لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟ انا لا افهم ما تقول. ايوه ما هذا هو الدليل ان انت مش فاهم وانا مش فاهم. ورث العيلة بتاع عيلة أبو هريس الموروث كلها إنهم ما بيفهموش بعض. لا أنت فاهم بقي ولا أنا لن أفهم بقك، وده دليل الغباوة اللي هو ورث العيلة في غباوة. بص انظر لتلك الذبيبة. انظر كل تلك الذبيبة. الذبابة الحمراء. الذبابة الحمراء. تلك الذبابة الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. أيوة وأنا كمان. ولكن من أي فرع من أفرع العائلة أنت؟ أنا حفيد جد 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 جدك. سأصدقك القول. أيوة لقد أخبرني أحد قارئ الطالع. أيوة بأنني سألتقي بشخص من العائلة. ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن إزاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز. ايوه الكنز. يا ايوه ارجع كده بالذاكره كده، ارجع بالذاكره لمدارس قريش في الكفار زمان، ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة. بالطبع الكنز موجود. أيوة. ولكن ابي قد اخبرني الا اخبر به احدا حتى ادخل في النزع الاخير. طب والنزع الاخير ده هيجي امتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش، انت بتلاقي ايه؟ ده انت بتعبد صخره؟ ما تعبد اي حاجه تاني في المقطم غير دي؟ ماذا فين الكنز؟ في الحقيقه انا لا استطيع ان اخالف وصيه ابي، انتظرني حتى احتضر. يعني ايه تحضر يعني؟ يعني انا عايز اعرف انت يعني ايه تحضر عشان انا اعرف منك مكان الكنز؟ ادب ايدك اجيب زورك من جوه ولا غوزك؟ يا عم الكنز فين؟ ابص ايدك. عذبت مولاتي تريدك. ايه مولاتي تريدك؟ مولاتك ايه؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا دي من الاردن دي ولا ايه؟ تا من الاردنيه. بقول لك ايه، انت افتكر فين الكنز لحد انا ما اروح لكليبة اشوف عايزه مني ايه؟ ها وجدك. بقولك ايه، وليه هنا بقى قعدت الهوا دول هم دول كده دول ليه منتشرين كده في قلب المنطقه بتاع كوريتش؟ نحن الكفار يا لمبي. ايوه اول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجاه كده عن الوعي. يا بنت بتاعت الكلاب يا لمبي يا ولدي، ألست اول من يعبدها؟
فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا عم انا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ انت هتخليه يروح يضربهم. ويحك، انني احذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب ايه؟ احذر احذر، الم احذرك؟ الم احذرك؟ يا عم تحذر ايه يا عم؟ ده انا بلعب معاك، ده زي عم الفيلم بتاع فخر الاسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير لحبة اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. إنني أتبرأ منه. يا قوم يا قوم، تعالوا وانظروا، أرأيتم أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنة هبل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان، في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، انه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ انه يسبنا بالكفار، عليكم بهذا الليمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا الليمبي؟ عارف، عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو عمو، الشاهد طيب، الشاهد طيب، الشاهد، اشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، الشاهد، اشهد الله اكبر، اشهد لا اله الا الله. جدي، اما انت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الان. ده انت حنفي حنفي، مفيش كلمه خالص يعني. حصل حصل. هيا بنا يا رجال. لك انت كده كياده كده، وقعد افرقه بنفسك مستكيفه انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي، بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن، يلا. مبسوط يا عمو؟ انت بعض. اريدوا عايز ميه؟ هات 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 كوبايه ميه. صحيح الكربه، انت هتسقي جمل بعود الكوبايه. وما هي الكوبايه؟ يا عم انت فيك حيل تقعد؟ عايز تعرف معلومات؟ ده انت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوبايه؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوبايه. اريده ايه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده تستولد. اريده ايوه، أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى؟ خليني أخلص ده. إيه؟ إيه يا عمو؟ الديناصور بيخلص ولا إيه؟ طب قول لي، زي ما أنت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا إيه؟ عمو 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 عمو، ماذا ماذا؟ يا شبت العلامة، العلامة خلاص الكون. العلامة سكر سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا، هيا. يلا يا الندى، هيا. السيد زيتون، هل فارق هريسة الحياة حقا؟ دعوة كان وفاشا.
إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أجل، إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانب الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وقال أن ليكم ذهب وألماس ويقوت خش خش جوه. هيا يلا. نو فين دي بقى دلوقتي؟ ديانا. ديانا اجري بقى اجري بقى. قد هربوا بالسر وضع الكنز. تباً تباً. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبراً في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا، دمروا، خربوا. لا تتركوا امرأةً على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائماً تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلاً مسرعاً مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي. هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب. وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أكثركم وساخة. إنه رجل أبلة، وهكذا زوجته. هيا بنا، هيا بنا نبحث. هيا إذن. جبتني؟ ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المتواضع. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي 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 تخبي. أنا أشك في هذا الباب. هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح. 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 المفتاح ده. هو. لمبي. تعال يا لمبي. لا تزعلي مني يا هند. ماذا نفعل الآن؟